دخلت تونس السبت مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من الاقتراع لانتخاب 2434 عضوا بالمجالس المحلية، وسينتخب أعضاء المجالس المحلية يوم 24 ديسمبر باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية محلية تشمل 279 معتمدية. كما ستشهد هذه العملية الانتخابية إرساء 24 مجلسا جهويا يضم في الجملة 279 عضوا، وسيكون هناك عضو عن كل مجلس جهوي يقع انتخابه لمجالس الإقليم، وهو ما يعني أنه سيكون هناك 24 عضوا بمجالس الأقاليم الخمسة.